البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب، وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد من العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما بولس فكان في أثينا ينتظرهما،
فاحتدت روح فيه، إذ رأى المدينة كثيرة في عبادة الأصنام، فكان يكلم في المجمع اليهود والمتعبدين وكل الذين يجتمعون كل يوم في السوق. وقوم من تعليم أبي كوريوس ومن شيعة الفلاسفة الرواقيين كانوا يجادلونه، وقوم آخرون كانوا يقولون: ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ وآخرون كانوا يقولون: إنه مبشر بشياطين غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع وقيامته. فأخذوه وأدخلوه إلى الأريوباغوس قائلين: هل يمكننا أن نعلم ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تجلب كلاما غريبا يدخل في مسامعنا، فنريد أن نعلم ما هو هذا. فأما الأسينيون كلهم والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط الأريوباغوس وقال: أيها الرجال الأسينيون، أراكم في كل شيء أنكم متفاضلون في عبادة الشياطين، لأنني بينما كنت مكتازا لأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه: الإله المجهول. فالذي تعبدونه وأنتم لا تعرفونه، هذا أنا أبشركم به: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس، وهو غير محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الحياة والنسمة لكل أحد ولكل شيء، وخلق كل أمم البشر من واحد ليسكنوا على كل وجه الأرض، إذ حدد أزمنة مرتبة منذ البدء وحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع أنه غير بعيد عن كل واحد منا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض الشعراء عندكم: إننا نحن جنسه. فإذ نحن جنس الله، لا ينبغي لنا أن نظن بأن الذهب أو الفضة أو الحجارة المنقوشة صناعة أو اختراع إنسان تكون شبيهة بالله، لأن أزمنة الجهالة قد أزالها الله، والآن فهو ينذر الناس لكي يتوب كل واحد في كل مكان، كما أنه أقام يوما فيه يدين كل المسكون بالعدل على يد الإنسان الذي عينه، وأعطى الإيمان لكل أحد إذ أقامه من بين الأموات. فلما سمعوا قيامة الأموات كان قوم منهم يستهزئون، والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، والتصق به أناس آمنوا. هؤلاء الذين كان منهم ديونوسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا. آمين. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. هللوا للرب.
الرب يا كل الأرض، سبحوا وهللوا ورتلوا. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.